باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يقول القديس بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تلميذه تيموثاوس: جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. دير القديس العظيم الأنبا بضابة بنجا حمادي تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا كيرلس يقدم شريطه الأول، قصة حياة القديس الشهيد العظيم الأنبا بضابة. هاني بعد اللي عملته معاه يعمل فيا كده ليه؟ ينور يا اخويا بلاش كلام كتير بقى، ولما نوصل لابونا اسحاق ابقى احكي له. ده انا مش قادر يا عم ابراهيم، ده انا جوايا نار من ساعتها. هاني عاملني كده، ده انا بقدم له كل خير. يلا بس امي معايا وهناك احكي لابونا كل اللي حصل. الله، مش ده الواد حنين ومعاه البت فتحيه مرته؟ ايوه هو، ورايح فين كده؟ استنى لما نندهله. يا حنين يا حنين. ايوه يا عم ابراهيم. انت يا واد واخد مرتك وعمال تجري كده ورايح على فين؟ انا رايح لابونا اسحاق. ومالك مستعجل كده يا ولد وشايل طاجن شتك على دماغك ومبوز وشك ملخبط ليه؟ اهو بقى اعمل ايه بس يا عم ابراهيم، طول النهار نجار وخناق بين مرتي وبين الجيران، دايما مضطهدين بعضيهم على الفاضيه وعلى المليانه. باسم الصليب يا اولاد، هو ايه اللي حصل في البلد؟ الناس عماله تاكل في بعضيها ليه؟ اقول لك استنى احنا كمان رايحين اني وامي علشان نقابله، لانه تعبان برضو شوي مع الواد سعيد داره. ايه يلا بينا يلا بينا، بس على الله يكون ابونا خلص الاجتماع علشان نعرف نقعد معاه. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. يقول بولس: يا حبايبي كم من اضطهاد عانيت وانقذني الرب منها كلها. كمل يا صموئيل يا ولدي. فجميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. يعني ايه يا ابونا اسحاق الايه دي؟ انت عارف يا مرقص يا ابني الايه دي بتفكرني بمين؟ بمين يا ابونا اسحاق؟ يا ابونا اسحاق. سلام يا ابونا اسحاق. سلام والنعمة يا مقدس ابراهيم. ازيك يا حنين يا ابني؟ وانت يا فتحية عامل ايه؟ وازاي الاولاد؟ كويسين يا ابونا. انا عندي احكي لك موضوع كبير. بس اقعدوا الاول وخدوا نفسكم واسمعوا كلمة ربنا، وبعد ما اصل الاجتماع انا هسمح. بس يا ابونا ما لستيش يا حنين، اسمع الكلام زي ما ابونا اسحاق ما قال. نكمل يا جماعة كلامنا. كنت بقول يا مرقص الآية دي بتفكرني بقديس عظيم خالص وأسقف جليل. هو مين القديس ده يا ابونا اسحاق؟ هو القديس الأسقف الشهيد الأنبا بضابة. القديس مين؟ القديس الشهيد الأنبا بضابة. يا ريت يا ابونا تحكي لنا كل حاجة عن القديس بضابة. أني هحكي لكم، ولا انت رايك ايه يا حنين؟ اسمعك الاول ولا احكي الحكايه؟ لا يا ابونا نسمع الحكايه في الاول ودينا هنتعلم منك. اتولد بضابة في قريه ارمنت مركز لوكسور محافظه انا، وبالتحديد سنه 237 ميلاديه. مبروك يا عم مينا. ترى مرتا جابت ولد باسم الصليب وش النور. هتسميه ايه يا عم ميني؟ انا هسميه بضابة.
يعني ايه بضاعبة يا عم هيني؟ يعني الجوهي. ألف مبروك تعيش وتربيه. كان القديس بضابة ابن خالة واسمه أندراوس، وكانوا مرتبطين ببعض ارتباط كبير جدا، وكانوا يقضوا أوقات كتيرة في قراية الكتب، وكانوا يصوموا يومين يومين ويفطروا على العيش والملح، وكانوا يصلوا طول الليل. وبعد فترة وهم على الحال ده، يا أندراوس احنا لازم نسيب العالم، انا خلاص حاسس ان الاهل والاصحاب بيضيعوا وقت كتير قوي، وانا مش لاقي اختلي مع حبيبي وربي يسوع المسيح. عندك حق يا بابا، بس هنمشي ازاي ومين اللي هيرشدنا للطريق السليم؟ طبعا سمعت انت عن القديس اللي في الجبل الشرقي لمبا إيساك؟ ايوه لمبا إيساك. وعلى طول خدوا القرار انهم يسيبوا العالم بما فيه، وابتدوا يمشوا في الصحراء الكبيره، ولغايه الغروب وهم لسه ما وصلوش لمغاره القديس، والليل ابتدى يدخل عليهم. العمل دلوقتي يا بضابة، منظر الصحراء يخوف. ما تخافش، المسيح هيبدد ظلام الليل. صلي معايا يا أندراوس. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب ناصر حياتي ممن أجزع. بضابة عند اقتراب، شايف؟ أنا شايف حاجة صوتها بتقرب علينا. سامع يا بضابة؟ يا أندراوس. أيوة سامع. يا ترى مين اللي بينادينا باسمينا؟ ومين يا ربنا في الصحراء دي باسم الصليب؟ يا ترى مين؟ انا إيساك المحتاج لمراحم الرب. ابانا القديس. سلام يا اولاد. سلام ونعمة يا ابانا. اولادي انا عارف ان انتم تعبتوا لغاية ما وصلتوا، لكن انا عايز اقول لكم ان مفيش اجمل من العيش مع المسيح والاستشهاد يا اولادي. هو أنطرة بتوصلنا لحبيبنا الغالي. وابتدى يكلمهم عن الاستشهاد من أجل المسيح، ويتكلم معاهم عن الروحيات والسماويات، لغاية ما القديس بضابة قال له: يا بانا القديس، احنا من ساعة ما قعدنا ملاحظين ان كلامك ليه كذا معنى، وان في حاجة عايز تقولها ومتردد لدرجة ان تعبت من التفكير في كلامك. الأمور مرتبطة بيكم يا بلاد، والرب كشفها لي. انا المحتاج المسكين ولازم تعرفوها. انتم عارفين ان الطغاط بيلاحق المسيحيين في كل مكان بصورة اسية، وربنا سمح لينا ان احنا نخوض التجربة. الدهب علشان يدق لازم يدخل النار، والالم هو عطية السماء. هو ليه الانبا إيساك عمال يكلمنا عن الطغاط والالم؟ وفي نوع تاني من الاستشهاد، هو الجهاد الروحي، أكمع جسدي وأستعبده. يا بضابة أنت يا ابني هترحى قطيع المسيح، وأنت الأتعاب والشدة والضغطات عظيمة، وأنت كمان أندراوس هتنال إكليلك لكن بعد الجهاد. ودلوقتي اتفضلوا يا أولادي ابتدوا جهادكم، وربنا يسددكم في جهادكم. اذكرنا في صلواتك يا أبانا. ربنا يبارككم ويصلي عليكم ويسندكم، واذكروني في صلواتكم انا الخاطي المحتاج. ربي يسوع الغالي ما في زيه حبيب، معابده للغربة ويهون حمل الصليب، محلى العشرة وياك يسوع ربي السماء. يبارك الحياة والعيشة حلوة معاك، يبارك الحياة والعيشة معاك. أنا عايش في حماك، أنا عايش.
مشوا وراحوا الجبل الغربي وعملوا صومعة ليهم علشان يصلوا فيها، وكانوا بينسخوا الكتب المقدسة ويبيعوها ويتصدقوا بتمنها على الفقراء والمساكين، وابتدوا يدرجوا بالصوم لغاية ما وصل انهم يصوموا اسبوع اسبوع. وسمع بيهم الانبا تدرس اسقف البلاد وراح بعت لهم، ورسم القديس بضابة قصا واندراوس شماس، وكانوا يروحوا الكنيسة مرة كل 40 يوم علشان يعملوا القداس. ياه القداس كان جميل جو النهاردة. يا سلام يا ابو نضاب لو تفضل معانا على طول، اكله متوحد في الجبل. صباح ربنا يديم البركه. بقول يا ابو نضاب ما تخليكم هنا معايا، ده الشعب بيحبكم وعايزكم تفضلوا هنا معانا على طول علشان ناخد بركتكم. اخطيت يا سيدنا، احنا من ساعه ما خرجنا من وسط اهالينا فضلنا ان احنا نعيش في الصحراء بعيد عن الناس، لكن بخصوص دراوز زي ما نحب يا سيدنا. يا ريت يا ابو نضاب تسمحنا افضل هنا في خدمه سيدنا. طيب حللنا يا سيدنا، انا هرجع لمكاني. ولو اني هيعز علينا بعدك لكن اتفضل يا ابونا بضابة. ورجع القديس بضابة لقليته وقعد يصلي ويبكي بدموع كتيرة. اطلب اليك يا سيدي يسوع المسيح ان يكون هذا المكان مكرس ليك وحدك واسكن فيه اسمك القدوس الى الابد. جفف مدمعك من البكاء، أمل ما اسمعك نحو السماء، لا تدع عمرك يمضي هباء. ومشى القديس بعيد في الصحراء، وفي مرة بعت الأسقف في طلبه لكنه ما لقاهوش في قليته. قام بناله كنيسة على اسمه وكرسها في 13 كياه، وكان القديس بيحضر الكنيسة من طريق تاني علشان يتناول من الأسرار المقدسة. وبعد فترة من الزمن اجتمع الشعب للأنبا تدرس وطلب منه ان يجيب لهم أبونا بضابة علشان ياخدوا بركته. فبعت الأسقف 2 من الكهنة وجابوه البهجورة، وسبب موافقة الأسقف على إحضاره لأنه عارف كويس قوي إن أبونا بضابة راجل قديس وشاب نفسه في مرة في القداس. مستحق وعادل، مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. اسم الصليب أيها الكائن سيضرب إلى الحق الكائن قبل كل الظهور والمالك إلى الآن. وعلى طول لما شافه والنور حواليه على طول رقاه أمص، وبعد 9 أيام رجع لخلوته في الصحراء. ياه أديني انتهيت من نسخ العهد القديم، نريح شوية عشان أروح الكنيسة في الصبح. ولما نام القديس بضابة شاف في حلم وكأن الكتاب اللي بين إيده بينفتح، ولقى عبارة مكتوبة: يهدى إلى البابا بطرس الأول بالأسكندرية. باسم الصليب، أنا فعلا نفسي أهدي للبابا بطرس، لكن ازاي ده انا بيني وبينه اميال كتيره قوي. اهو النهار طلع، لتكن ارادتك يا رب. فرحت من قائلين لي الى بيت الرب نذهب، وقفت ارجلنا في ابواب اورشليم. اورشليم المبنيه مثل مدينه متصله بعضها ببعض، لان هناك صعدت القبائل. ولما وصل الكنيسه كان في ناس كتيره قوي في انتظاره، وكان وسطيهم 4 كهنه فسلم عليهم. وبعد ما خلص القداس دار بينه وبين الكهنة 4 الحديث ده: احنا اخدنا بركة كبيرة النهاردة يا اباء. ده احنا اللي نمنا اعظم بركة ان احنا شفنا قديس عظيم زيك يا ابونا. اخطيه سامحوني، انا ضعيف ومحتاج لصلواتكم. الحقيقة ان البابا بطرس بعتنا ليك رسالة مهمة جدا. اتفضل يا ابونا. رسالة البابا بطرس؟ الذي يسمع منكم يسمع مني.
الذي يرزلكم يرزلني، والذي يرزلني يرزل الذي أرسلني. ليه البكا ده قديس المسيح؟ لتكن مشيئتك يا رب. ده إنسان ضعيف وخاطئ. وسافر معهم القديس على سفينة، وكانت الناس مندهشة بعلمه وثقافته، وكل ركاب السفينة التفوا حواليه يسمعوا عظاته وتعليمه. والأباء الأربعة اللي كانوا معاه كانوا مندهشين جدا لعلمه، وفي وسط الكلام حبوا انهم يضيفوا معلومة جديدة عن البابا بطرس، لكنهم اتفاجئوا ان القديس بيقول: انتوا عارفين حصل ايه في ايام البابا سيوناس؟ جاله واحد هرطوقه اسمه سابيريوس، طلب انه يجادل للبابا، فبعت له البابا شماسه وتلميذه بطرس، وساعتها استهتر سابيريوس بالشماس بطرس، فقال له الشماس بطرس: ان كنت ظاهر قدامك اني صغير، لكن كبير عند ربنا، وربنا هينصرني عليك زي ما نصر داود النبي على جليات الجبار. وقعد الشماس بطرس يجادل لغايه ما خرج سابيريوس مخزي ومهزوم قدام الجميع. والاباء الاربعه لما سمعوا الكلام ده اتعجبوا جدا. احنا اول مره نسمع الحكايه دي عن بابا بطرس. بس عجيبه ده طبعك يا ابو الاربعه. وصلت السفينه الاسكندريه، وطلب القديس ان ياخد بركه القديس ماري مرقس في البوكاليا. كنيسه القبطيه كنيسه الاله قديمة قوية، أرجو لها الحياة في أول العصور لمولد المسيح مرقس ستاب بعد كده راح علشان يقابل البابا، وكان معاه الاباء الاربعه وبعض الناس من شعب قسط. سلام سيدنا، ابونا بضابه موجود بره. ابونا بضابه وصل، خليه يتفضل. غاب يا سيدنا. اهلا بيك يا حبيب المسيح، دي بركه عظيمه. تسمح لي يا سيدنا اهدي لك كتاب المقدس العهد القديم؟ ربنا يعوضك يا ابونا. يا دي نسخة عظيمة جدا باللغة القبطية، ربنا يباركك يا ابونا بضابة. انا بقول فرصة النهاردة ان موجود معانا ناس من شعب كفت. يا جماعة انتم اخترتم مين اسقف عليكم؟ ابونا بضابة. ابونا بضابة. ابونا بضابة سيدنا. وتمت رسامة اسقف على كفت. بعد كده ودع البابا ورجع لكف. وكان سبب موافقة البابا بالسرعة دي انه سبق تسكيت الشعب برؤية سماوية: اذهب الى الصعيد واحضر القمص بضابة لان الرب اختار. ولما وصل الانبا بضابة الكفت استقبلوا اهلها بالسعف والالحان. باقي يا قديس الضابة. طبعا يا حنين، ده قديس عظيم. ده من معجزاته اللي حصلت وهم راكبين السفينة
كان في رجل مشلول في السفينة، ولما جه القديس بضابة نازل علشان يركب السفينة رجله داس على رجل راجل مشلول. رجل اه ايه ده انا باص ايه ده انا بقيت امشي بعد اكتر من 20 سنة بقيت امشي. تباك يا قديس الله، تباك يا قديس الله. ومعجزة تانية حصلت على ايديه برضو، جال واحد بعين واحدة وطلب منه نشفيه، فبصله قديس قوي فخاف الراجل، فقال له القديس بضابة: توب يا راجل انت، توب وارجع، توب وارجع لربنا. ازاي تخلي جارك في الكنيسة وتنط على بيته وتسربه؟ روح راجع اللي انت خدته واطلب التوبة والغفران من ربنا يسوع المسيح. سامحني سامحني، توباك يا قديس الله، توباك يا قديس الله. انا خلاص خلاص هرجع كل حاجة اخدتها لصاحبها، انا خلاص توب خلاص توب. قوم خلاص، طالما انت هترجع اللي انت خدته ربنا يشفيك. ايه ده انا بشوف، انا فتح انا فتح انا بشوف. وفي قصة حصلت قبل سانت اسقف، ان كان في 5 رجالة تايهين في الطريق بعد ما اتكسرت بيهم المركب ونجوا من الغرق بعجوبة. احنا خلاص تعبانين من العطش والجوع. ولما وصلت لمغارة القديس كان واقع منهم 2 من العطش والجوع، فطلع القديس شوية مية ورشها على 2 اللي وقعوا، فاتفتحت عينيهم وقاموا. فبص القديس للأول وقال له: اللي انت عملته في ابن اخوك ما يصحش، يتيم وتستولي على امواله، قد ايه انت ظالم. وبص للتاني وقال له: وانت اخدت ابن الارمله وبتخطط عشان تبيعه عبد عشان خاطر 10 دنانير، قد ايه انت قاسي، وهو فين دلوقتي؟ مش عارف الموت بلع ولا راح فين. ما تقلقش، الشاب لسه حي وراجع لبلده وهجاب لك مع امراتك واولادك، خليك رحيم بيه وما طلبوش بحاجه، واهتم بيه هو وام الارمله. ده الفقير السالك بالاستقامه خير من ما وجد طريقه وهو غني. انا عارف انكم محتاجين للميه، هنلزمكم شوية. وصلى القديس بلجاجة، راحت السماء على طول اتملت بالسحاب وحصل رعد وبرد والأمطار نزلت غزيرة وملى الرجالة كل حاجتهم بالمية. ومن الحاجات العجيبة برضو ان اداهم خبز سخن معرفوش هو جابه منين. مية وخبز ساخن، يا طباك يا قديس يا عظيم. وصلى لهم القديس وصرفهم بسلام. معجزات كتيرة خالص عملها القديس بضابة، منها انه في يوم حول الزيت لمية لما الناس كانوا عايزين يشربوا، وبرضه كان فيضان النيل اتأخر شوية وحصل جفاف، وبصلاة القديس وصومه 3 أيام فاض النيل. ده غير معجزة الأسد وغيرها معجزات كتيرة. يا بونا اسحاق، ممكن تحكي لنا حكاية الأسد؟ أنا عشان خاطرك يا بنتي يا مريم أنا أحكي لك حكاية الأسد. كان بالقرب من اسمه أسد مفترس، كان بيخطف الغنم والعيال وكان مخلي الناس عايشين في رعب. وفي يوم من الايام: يا ابونا القديس، يا ابونا القديس. مين مالك يا ابني جاي تجري في ايه؟ الاسد يا ابونا. اسد؟ اسد ايه يا ابني؟ الاسد يا ابونا اللي في اسنا وعامل رعب في المنطقه كلاتها. طب اهدى كده ويلا بينا نروح نحاربه في بيت بقوه المسيح. ولما راح القديس بالقرب من الاسد كان في ناس واقفه كتير. ربنا يسوع المسيح يده في قوته، المسيح يقدر يفيده. حاسب يا ابونا، حاسب يا ابونا، حاسب يا قديس الله، الاسد مات عند رجلينا يا ابونا، قديس الله. والناس ساعتها مجدوا ربنا. وفي الفتره دي انتشرت اخبار الاضطهاد والعذاب للمسيحيين في كل مكان، واريانوس الشرير كان بيلف الصعيد كلها علشان يتخلص من المسيحيه والمسيحيين. ولما سمع القديس بالاضطهادات دي قال: ازاي يا اقعد هنا واخوات المسيحيين بيتعذبوا عذاب محدش بيتحمله، لازم اروح اموت معهم على اسم المسيح. وفي يوم من الايام جمع الرعية في الكنيسة وكان بيصلي في القداس بحرارة ودموع: الذين في السجون او المطابق او الذين في النفع او السبي او المفروض عليهم في عبودية مرة، يا رب اعتقهم وارحمهم لانك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين، يا رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين. وفضل القديس يصلي القداس كله بدموع. وفي آخر القداس قال لهم: أنا عايزكم تستنوا ما تمشوش. سيدة إيه اللي يحصل ده؟ إيه ذنب الأطفال اللي بيذبحوهم قدام أمهاتهم، والشيوخ اللي سايقينها زي الغنم، ورجالة اللي بيصلبوهم؟ إيه الجريمة اللي عملوها؟ يا أحبائي، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه،
ويقول القديس بولس في رسالته الثانية إلى تيموثاوس: وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. والاضطهاد يا أحبائي هو القنطرة اللي بتوصلنا لحبيبنا ومخلصنا يسوع المسيح، زي ما هو قال في الإنجيل: حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. وقال: الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، إنكم ستحزنون ولكن حزنكم سيتحول إلى فرح. وفضل القديس يشجع الشعب ويقويهم ويحكي لهم على قصة الشهداء اللي استشهدوا على اسم المسيح، وابتدى يقرأ لهم من معلمنا لوقا: يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون، وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي، فيقول ذلك لكم شهادة. فضعوا في قلوبكم إن لا تهتموا من قبل لكي تحتجوا، لأني أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها، وسوف تسلمون من الوالدين والأخوة والأقرباء ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. وأرى لهم من سفر الرؤيا: وسيمسح الله كل دمع من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزنا ولا صراخ ولا وجع فيما بعد. وفضل القديس شجعهم وثبتهم، وأخيرا قال لهم: والآن يا أحبائي أستودعكم في المسيح، أنا لازم أكون جنب إخواتي وأقويهم وأثبتهم، لأن إزاي أكون أنا هنا وهم هناك بيقاسوا العذاب؟ أرجوكم تصلوا من أجلي. واستمر القديس في كلامه للشعب لغاية ما سمع صوت ابن خالته أندراوس ومعاه صديق خرستوزولو: خدنا معاك يا بابنا الأسقف، خدنا معاك للاستشهاد. ولما بصلهم القديس بضابة لقى على وشهم النعمة فقال لهم: أنا شفت الليلة ملاك ومعاه ثلاثة كليل، ولما سألته لمين قال لي: واحد لي وواحد لابن خالتك وواحد لخرستوزولو. وبكى الشعب كله بدموع. وصل القديس واللي معاه لبلدة اسمه، وبص القديس لقى ناس شيوخ وأطفال وسيدات ورجال بسلام بيتسابقوا لساحة الاستشهاد بملابس بيضة، وكان في جماعة ومعاهم جندي عمال بيضرب فيهم، وهم كانوا بيرنموا وهم فرحانين. قرب القديس بضابة منه وسأله: ايه الجريمة اللي عملها الناس دول عشان تعملهم بقسوة بالشكل ده؟ وانت مالك انت؟ ايدي، يا ايدي، انا عاجز على ان اضربك. انت مين؟ انا خلاص هقولك، اصل دول مسيحيين. وهي المسيحية في نظرك جريمة؟ هما بيرفضوا اوامر الامبراطور. اوامر ايه؟ التبخير والسجود للآلهة الخالدة. وهي الحجارة المصنوعة بأياد الناس آلهة؟ الإله الحقيقي هو خالق السماوات والأرض، وهو اللي بيؤمن به المسيحيين دول. وأنا بدعي لك يا ابني إنك تتعرف عليه. إيه ده؟ هو أنت منهم؟ طب تعالى، تعالى معايا، أنا مهمتي أقبض على كل المسيحيين دول. وانضم القديس للجماعة وابتدى يشجعهم ويقويهم، وأخذهم الجندي للوالي. من الأساقفة دول، انتم الخطر الحقيقي على الآلهة الخالدة. اظن
انك انت اسقف البلاد، مش كده؟ نعم انا الضعيف بضابة. طب يلا ايها الاسقف الضعيف، اسجد للآلهة الخالدة علشان تنجى بحياتك. مكتوب لا يكن لك اله اخر امامي. انت مش خايف من التعذيب؟ كل من يعترف بي قدام الناس اعترف به قدام ابي الذي في السماوات. بعد شوية مش هيكون في العالم كله مسيحية او مسيحيين. الكنيسة مبنية على الصخر وابواب الجحيم لن تقوى عليها. خذوه للسجن، عذبوه، اربطوه بالسلاسل، سيبوه 5 ايام من غير اكل ولا شرب. وهم في طريقهم للسجن ظهر له رئيس الملائكة ميخائيل. السلام لك ايها الجليل، لتفرح نفسك اليوم، فقد قبل الله جميع اتعابك وزهدك وجهادك في سبيل الايمان، وسوف تنال 3 اكاليم. الاول لتعبدك ونسكك منذ صغرك، والثاني لقيادتك الرعية في الطريق المستقيم، واما الثالث فلاستشهادك، وسوف تكلل بكل مجد وتفوز بالأمجاد السماوية، وتفوز بالأمجاد السماوية. اسمعني أيها الآب ضابط الكل، لتسعد طلبتي أمامك وتشتمها كرائحة بخور فترضى عني. أسألك أيها الآب من أجل شعبك وقديسيك الذين يصنعون رحمة مع المساكين أن تقبل نفسي كوديعة بين يديك حتى أفوز بأمجادك الأبدية. العزاء يا حبيبي بضابة، هوذا أنا معك، هوذا أنا معك. وبعد 5 ايام وقف قدام الوالي وكان وشه منور زي الملاك. ايها الساحر العظيم، 5 ايام بالسجن بلا طعام او شراب مزلولا ثم تبدو بهذا المنظر، لا شك انك ساحر. انا بصلي من اجل نور المسيح يشرق في داخلك ايها الوالي، نور الحق، فتتعرف على الاله الحقيقي. اخرس، انت رجل كبير في السن وانا مشفق عليك من اجل سنك ومنظرك. شوف ازاي انا بعذب المسيحيين. هو وراله طرق التعذيب، الدخان والزيت المغلي والجير والخل والهمبازين والانشاط الحديدية. ها ما زلت في عنادك ايها الاسقف؟ هو مش عناد، هو ايمان بالحق، والمسيح هو الحق والحياة. انت ماشي ورا راجل اتصلب ومات، اتركه وسيبك منه وبخر للآلهة الخالدة. ايه رأيك ايها الوالي، لو حدث زلزال بسيط هتجعل التماثيل دي كلها وتتكسر. خدوه ولا استنوا، خلوه يشوف العذاب اللي احنا بنقدمه لاتباعه. انا عايز طرق جديدة للتعذيب، انا عايز طرق جديدة للتعذيب. وقعد الوالي يتسلى بمشهد التعذيب، وكان من وقت للتاني بيدي اوامر للجنود انهم يزودوا العذاب، وكان بيصاحب عذاب القديسين معجزات كتيرة. وفجأة بيبص الوالي حواليه ملقاش القديس بضابة، ولقاه واقف مع المعترفين بيشجعهم ويثبتهم في الايمان، فامر الوالي باحضاره وسأله: انت ليه سبت مكانك ورحت عندهم؟ انا رحت اثبت اولادي واشجعهم. وقلت لهم ايه؟ حكيت لهم عن اللي شفته من عجائب وعظائم الله لشهدائك. وبرضه هتقول انك شفت ملائكة وأكاليل؟ كفايات وخرافات. انا هصلي من اجلك عشان تنفتح بس. وفي اللحظة دي ابتدى تعذيب القس أندراوس وزميله قسطوزولما، فقال لهم القديس بضابة بصوت عالي: طوباكم هتسبقوني للأكاليل والأمجاد، اذكروني امام الرب يسوع. الرب يحمل عنكم تعبكم. انا شايف الملائكة في كل مكان، في كل مكان.
سكتوه بأي طريقة، أنا قصدت أوريك العذاب عشان تتراجع، وأنت بتشجعهم أنت عقبة في طريقي. يا حراس خدوه حطوه في الهمبازين وضعوا جيرا وخلا في جراحاته. كان معانا الكنيسة من قوى الظلم بالجلد والتعذيب بالحرق وبالسجن. وتحمل القديس الألم بشجاعة، وفي اللحظة دي جه الجنود ومعهم عدد كبير من المعترفين ووقفوهم جنب القديس عشان إيمانهم يتزعزع، لكن القديس وهو في وسط الألم صلى لهم وباركهم، ولما شافوا احتمال القديس الألم صرخوا كلهم احنا مسيحيين. وجه واحد من الجنود وكل أسوأ حط الصيخ محمي على فم القديس، حاول الوالي يخرج صوت القديس صوت الحق، لكن طبعا يا أحبائي لو سكت اللسان المشاعر هتتكلم، القلب هيتكلم. يا لعناد هؤلاء المسيحيين، ألا يخافوا من الإمبراطور العظيم ديقلاديانوس؟ إذن من من يخافوا؟ يرهبون الله خالق السماوات والأرض، والمسيح البسيط أقوى بإيمانه من ديقلاديانوس. هذا جزء بسيط من العذاب، سوف ترى ما هو أشد عذابا. أنا لا أخاف من تهديداتك، إني أصلي من أجل أن يغفر لك الرب، فإنك بجهل تفعل ذلك. دعائي أن يشرق فيك نور المسيح، وساعتها هيكون إيمانك عظيم وتتحمل أكثر من مما نتحمل إحنا من ألم. قلت لك اخرس. وضرب رأس القديس بسيفه وانفصلت الرأس عن الجسد، وصعدت روحه الطاهرة في موكب الشهداء، وكان ده يوم 19 أبيب سنة 305 ميلادية. والقديس ده ليه دير أو كنيسة أبونا؟ طبعا ليه دير، وديره موجود في غرب بهجورة بمركز نجا حمادي محافظة إنا، والدير ده انشئ في اواخر القرن الثالث الميلادي، والدير فيه ثلاث كنايس، واحدة على اسم الست العذراء مريم، والتانية على اسم الشهيد سيداروس، والتالتة على اسم القديس الانبا بضابة. ودي احبائي كانت قصة حياة القديس الشهيد العظيم الانبا بضابة وابن خالته اندراوس. يلا بينا يا احبائي نمجد ونمدح القديس الشهيد بضابة. يلا يا ابونا نمدح القديس بضابة. يا ريت يا ابونا نمدح القديس. يلا يا ابونا. استنوا وايه اللي حصل؟ الناس موضوعك يا انور. خلاص يا ابونا باجي، اللي خلى الشهيد اللي انت حكيت عنه ده يتحمل الالم ده كله واشتتل على اسم المسيح، انا مش هتحمل داري. وانت يا حنين. خلاص باجي يا ابونا، زي ما قال انور الجه بالظبط، انا خلاص هتحمل كل الناس حتى لو خد التوب اللي علي. يا حبايبي زي ما قلنا في الأول في الآية اللي قرناها، جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. يلا بينا يا جماعة نقف كلنا ونعمل تمجيد علشان ناخد بركة القديس. يا أملا بضابا يا حبيبي صور وصلابا
احنا ابوك وامك صارت صاحوا لما شافوك بفرحة ومصرة ده كنز غالي وثمين يا الله المعين احفظوا من الشياطين في حصنك الحصين القرار لابد من الفرار والبحث عن الأضرار والبعد عن الأنظار وصلوا الأنباء ساك في موضع النساك وبعيد عن الهلاك وجهه زي الملاك على طول أحضرهم وبسرعة رسمهم بضابة كاهن خادم لكل الناس وكمان ابن خالته رسموا ما عاش الناس بعدين طالب منهم يفضلوا المختار أبونا بضابة رجع قليته وبكى بمرار يا ربي يا جبار كرس هذه الدار واجعل اسمك فيها ليل ما انهار المعجزات شفى بنت يوحنا من سحر الجيران زي ما ابوها اتمنى كانوا سحروها زي فرس جعلوها بغيرة حسدوها يا رب ارحمنا عليهم بصلاة قومهم وكشف أفكارهم وشر أفعالهم فاعترفوا تائبين قدامه راحوا ساجدين تواضعوا
المسيح انحنى ورفعهم. صار ندمان شافت له عينه راضي تضلين وش عزك رديتين بين المؤمنين فجاءوا إليك طالبين. صحيتي أنت نال دار رب اللي قال والبابا بطرس رسمات أسقف في الحال. تطرق الراحة والعيشة في أمان ونواجه الطغيان بصبر وإيمان. صرنا هو مصيرك وإلهنا يعيننا زي ما يعينا. شاف القديس بضاب بوجه منير فمرهم بالتكفير للآلهة تمثيل صرخ الأنبى بضاب ده إلهنا هو القدير. رئيس الجندي الجاي
نفسه عزاه وظهر له ما تخاف من العذاب والسجن ولا هوله كان معك على طول مهما الآلم يطول ما تخافش يا بتول ألمك راح يزول بعد عذاب الجراح يستشهد ويرتاح هو وابني خلتوه وخريفه ذلوه من عليك وفات رنم بالأفراح إلى العرس الدائس يلا ورجع لي وحصين يا معونة للمؤمنين يشفع في المسيحين يرحمه بالمعين ينور حياتنا ويحفظ قوتنا الحاضرين والغايبين السلام لك أيها الناس السلام لك أيها الشهيد السلام لاسمك اللؤلؤة أنبى بضاب الأسقف اطلبها من الرب عنا يا سيدي الأبوين الناسكين أنبى بضاب واندراوس ليغفر لنا خطايانا بركة القديسان العظيمان الأنبى بضابة والقديس أندراوس فلتكن معنا وتباركنا آمين.